الكابتن والكابتن عبد الله عبد السلام. كابتن عبد الله تحيات الكابتن اسلام الشاطر والاستاذ عصام شلتوت لواحد من كباتن الكره الطائره في النادي الاهلي كابتن عبد الله عبد السلام النهارده اللي بيشارك بدوره كواحد من ابناء الجمعيه العموميه وابناء النادي الاهلي النهارده بتادي دورك وتمارس حقك في الانتخاب. طبعا اول حاجه برحب بحضرتك، برحب بالساده المشاهدين، برحب بكابتن اسلام الشاطر والاستاذ عصام شلتوت. كابتن عبد الله النهارده يوم حضاري في حب النادي الاهلي، الجميع بيتسابق النهارده انه يكون موجود مشهد بيليق بابناء البيت الكبير البيت النادي الاهلي. مظبوط طبعا، دي حاجه مش غريبه عن النادي الاهلي، يعني الحمد لله رب العالمين. الانتخابات شيء زي ما انت شايف الاجواء بين القايمه وبين المرشحين التانيين، طبعا اجواء تسود الحب والمحبه تعودنا عليها في النادي الاهلي. طبعا بنلاقي يوم جميل، يوم حافل، يوم الجمعيه العموميه تيجي كل واحد بيدل بصوته، طبعا بيبقى يوم جميل جدا لينا كلنا، فطبعا دي حاجه كويسه جدا ان انا اشارك فيها النهارده. كابتن عبد الله، يعني تلاقي النجوم القدامى موجوده، سواء المرشح قائمه الكابتن الخطيب او مرشح المستقلين، الجميع واقفين، حضرتك واقف مع دول واقف مع دول، الجميع بيسودوا، هي حاله الحب والروح اللي الجميع بيتسابق من اجل خدمه النادي الاهلي. طبعا زي ما حضرتك عارف انت ان احنا النادي الاهلي عيله واحده، طبعا كل الناس عارفه بعضها، زي ما قلت لك النهارده اليوم يعتبر يوم الجمعيه العموميه كلها، الناس بقى لها فتره اللي ما شافش بعضه بيجي النهارده يشوف بعضه، طبعا كل واحد بيبقى ليه مرشح وليه ناس طبعا عايز يرشحها، طبعا بيبقى ليه الحق، طبعا بتلاقي كله بحب واحترام، طبعا مسعود النهارده فالنهارده يشوف بعضه، طبعا كل واحد بيبقى ليه مرشح وليه ناس طبعا عايز يرشحها، طبعا بيبقى ليه الحق، طبعا بتلاقي كله بحب واحترام، وده جو جميل طبعا بيسود النهارده. فاتمنى الساعات الاولى، الوقت اللي استغرقته في عمليه التصويت خدت وقت قد ايه؟ لا طبعا يعني ما فيش خالص، يعني بضع دقائق زي ما بيقولوا، ما كملش 3 دقايق من ساعه ما دخلت من البوابه ومشيت في الممر الانتخابي لحد ما وصلت اللجنه بتاعتي. لا طبعا ما فيش حاجه، في يسر وسيوله في التنظيم للناس المنتخبين طبعا، يعني بقول لك يوم جميل ويوم لذيذ وممتع كده، الواحد حاسس هو يوم خفيف جدا، يعني بيجي يشوف الناس كلها، فالحمد لله رب عملنا كل شيء. عايز اطلع بره الخيمه الانتخابيه واروح لملعب الطايره ونطمن على فريق الطايره وفرقه من الفرق اللي جماهير النادي الاهلي بتثق في فريق كره الطايره ودايما عندها تطلعات طموحات، وانتوا عودتونا على كده يا كابتن عبد الله. ربنا يباركك، الحمد لله رب العالمين. دي مش بتبتدي، يعني ما بتبتديش من الفرقه، لا بتبتدي من اعضاء مجلس الاداره طبعا اللي هم يعني بيدوا كل المناخ للفرقه وكل الحاجات اللي محتاجينها وصول بالراحه. فطبعا ان شاء الله رب العالمين الموسم، ان شاء الله رب العالمين يوم الحد بعد بكره ان شاء الله رب العالمين هيبقى في القرعه ان شاء الله، هنشوف يعني هل هيبقوا 24 فرقه او 12 فرقه دوري سوبر زي ما بيقولوا، ربنا يسهل ان شاء الله. ويبتدي يوم 6 ديسمبر ان شاء الله اول مباراه، ده اللي احنا المتعارف عليه. طبعا احنا يعني اخر اتحاد ابتدى النشاط بتاعه طبعا عشان كان عندنا انتخابات الجمعه اللي فاتت، الحمد لله تمت على خير، يعني بعد 12 سنه او 13 سنه بمجالس مؤقته. فيعني بتمنى الله سبحانه وتعالى الفتره الجايه يحصل استقرار، اتمنى المسابقه تبتدي ان شاء الله رب العالمين، ما يبقاش فيه تعطيل، نمشي بجدول منتظم، ما يحصلش فيه اي يعني اي حاجه زي ما حصلت السنه اللي فاتت، حصل بعض التعطيل في حاجات كتيره. فاتمنى الله سبحانه وتعالى ان شاء الله يبقى عند حسن ظن الجميع ان شاء الله رب العالمين، زي ما عودناهم بنفرحهم ان شاء الله، عندنا بطوله الكاس وبطوله الدوري ان شاء الله وعبارة افريقيه، ربنا يكرم ان شاء الله نفرح الجميع ونكسب كل البطولات زي ما عودناهم باذن الله. نشكرك يا كابتن عبد الله ونتمنى لكم التوفيق باذن الله. ربنا يخليك، شكرا لك. شكرا حبيبي، شكرا. كابتن اسلام، ده كان لقانا مع الكابتن والكابتن عبد الله عبد السلام، وزي ما اتكلمنا